الغاز عالي الأوكتان حاله حال البنزين المحسن. منظومة الغاز اللي تستوردها الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز منظومة آمنة بيها سيفتي كلش عالي مقارنة طبعا بمنظومة البنزين. من بداية العمل منظومة الغاز تقريبا راح يصير بحدود 10 سنوات ما سجل عندنا أي حالة LPG ما بي أحد أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء. ثاني أكسيد الكربون اللي يستخدم النبات بعملية البناء الضوئي، ولذلك يستخدم يعني يسمى صديق للبيئة، لانه احد يعني مخلفاته هو ثاني اكسيد الكربون اللي هو صديق البيئه وبخار الماء. انه رقم الاوكتان للوقود الغاز بين 110 الى 120، بينما وقود البنزين رقم الاوكتان مالته المحسن السوبر هسه اللي عندنا يعني بالتسعينات بين 93 الى 98، اعلى وقود اعلى رقم اوكتان لوقود البنزين بالعالم. بينما الغاز بحالته الطبيعيه هو من 110 الى 120، ولذلك يعتبر إذا أردنا نقارنه أصلاً نقارنه بالبنزين العادي، نقارنه بالبنزين المحسن سعر اللتر 200 دينار والأوكتان مات بهالمستوى، هذا يقارن بالبنزين المحسن. هذا أحد أهم الأسباب اللي خلت العالم أو سواق المركبات يلجؤون إلى إضافة المنظومة. الغاز عالي الأوكتان حال البنزين المحسن، هاي رقم واحد. ثاني شيء المحرك مرتاح. ثالث شيء عندك استهلاك الدهن راح يقل بهواية، يعني السيارة تمشي عليها 3000 4000 كيلو، شوف الدهن بعد نظيف مثل ما هو.